اعتقال زوجة مدرب منتخب مصر بسبب الكهرباء، ما القصة؟ القبض على زوجة مدرب منتخب مصر الكابتن حسام حسن خبر أثار ضجة على مواقع التواصل. دانا آدم تعرضت للاعتقال بسبب بعض التعليقات الغريبة التي نشرتها على صفحتها الشخصية فيسبوك، انتقدت فيها الحالة الاقتصادية للدولة وأزمة انقطاع الكهرباء. وتواجه زوجة الثانية لمدرب منتخب مصر تهمة نشر أخبار كاذبة. تدوينات ساخرة وغاضبة لدانا آدم دفعت أنصار الرئيس المصري لمهاجمة الكابتن حسام حسن الذي تصدر اسمه تريند على منصة إكس، مطالبين بإقالته من تدريب المنتخب، بينما أشاع البعض أنها طريقته. وأنتم ما تعليقكم؟